الرجل يجب أن يخدم أيضا في المطبخ وجوبا أخلاقيا مو وجوب شرعي. شنو المانع أن الرجل يخدم في المطبخ؟ شنو المانع؟ رسول الله كان يكنس البيت، ليش واحد يتكبر أن يخدم في البيت؟ لإذلال هذه الذات المتكبرة. شنو ماخذ نفسك؟ شنو ماخذين نفسنا؟ يتعامل تعامل عادي، خادم أكو، ولكن لإذلال الذات. أنت أيضا اخدم في البيت، روح في المطبخ، اغسل المواعين، شنو المانع من ذلك؟ رسول الله كان يكنس في البيت.